حذر قائد القيادة الأمريكية الوسطى في الجيش الأمريكي مايكل كوريلا من أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سجون شمال وشرق سوريا وفي العراق يشكلون جيشا حقيقيا يمثل تهديدا حقيقيا للمنطقة والعالم. بعد أيام من تفقده سجن الصناعة في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا والذي استهدفه تنظيم داعش الإرهابي بهجوم مطلع العام 2022 أوقع مئات القتلى، حذر قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي سانتكوم مايكل كوريلا من ما أسماه جيشا حقيقيا لداعش في سجون شمال وشرق سوريا والعراق. القيادة المركزية الأمريكية قالت في بيان أن كوريلا أكد خلال زيارة إلى مناطق شمال وشرق سوريا على أنه في حال تحرير المحتجزين بالسجون من عناصر التنظيم الإرهابي فإنهم سيشكلون جيشاً يمثل تهديداً حقيقياً للمنطقة والعالم، مطالباً المجتمع الدولي بإيجاد حل نهائي لملف عناصر داعش في السجون. المسؤول الأمريكي أضاف أن الأطفال في مخيم الهول شمال شرق سوريا هم في خطر من ناحية تلقيهم الفكر الإرهابي من قبل خلايا داعش، داعياً لضرورة استعادة الدول رعاياها من عوائل التنظيم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم الأصلية. كوريلا أوضح أن القتال ضد داعش هو قتال من أجل الأمن والاستقرار ليس في سوريا والعراق فحسب بل في المنطقة والعالم، مشددا في الوقت نفسه على أنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بعودة ظهور التنظيم من جديد. ووفق البيان زار كوريلا في الثامن من الشهر الحالي مناطق شمال شرق سوريا حيث تفقد القوات الأمريكية الموجودة هناك وأجرى محادثات مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية، كما زار سجنا يحتجز فيه عناصر داعش ومخيمين يأويان عائلاتهم. وتحذر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أنها لا تتمتع بالقدرات الكافية من أجل مواصلة احتجاز عناصر التنظيم وتطالب الدول المعنية باستعادة رعاياها من عوائل التنظيم خصوصا المتواجدين بمخيم الهول الذي يشهد عمليات قتل واغتيالات متكررة تنفذها خلايا التنظيم. وحول هذا الموضوع أرحب بضيفتي من القاهرة رشا عمار، صحفية متخصصة بالإسلام السياسي والإرهاب. أهلا بك أستاذة رشا. إذن تحذيرات أمريكية جديدة على لسان قائد القيادة الأمريكية الوسطى مايكل كوريلا، ويحذر من أن عناصر داعش المحتجزين سواء في سوريا أو العراق يشكلون جيشا حقيقيا. يعني هذا أمر معروف لدى كل المراقبين والمختصين، إذن ما الجديد في هذه التصريحات الأمريكية الجديدة وما هي الرسالة؟ نعم أهلا بكم. يعني الحديث عن عودة داعش ويعني عودته بشكل أكثر خطورة وشراسة على المنطقة وعلى المجتمع الدولي ككل ليس حديثا جديدا، ولكن ربما مع تنامي العمليات وتوسيع دائرة الاستهداف داخل الأراضي السورية والعراقية خلال الأيام الماضية ربما هذه التحذيرات يعني تكتسب شكلا أكثر جدية وتتنامى بشكل كبير. نحن اليوم نواجه احتمالات أكثر قربا أو أكثر رجاحة لعودة التنظيم الإرهابي مجددا في داخل منطقته الجغرافية التقليدية داخل الأراضي السورية والعراقية، متسللا من الثغرات الأمنية وهشاشة الوضع السياسي والأمني في تلك الدول، أيضا متأثرا بالعديد من العوامل تتعلق بعضها بمثلا الكوارث الطبيعية، يعني مثلا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة كبيرة من شمال غرب سوريا، أيضا مسألة العدوان التركي المتجدد على سوريا ربما يتيح مساحة أكبر لتحرك داعش في هذه المنطقة. وحذرت في وقت سابق الإدارة الأمريكية من أن العدوان التركي على منطقة شمال سوريا ربما يمثل محورا جديدا في وحافزا جديدا لعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة جديدة بشكل أكثر خطورة وشراسة. اليوم نحن نتحدث عن مخيمات تكتظ بأعداد عوائل داعش، هناك يعني وفق التقديرات الرسمية حوالي 40,000 مقاتل أجنبي داخل سجون داعش، عاد بعضهم يعني انضموا لداعش منذ تأسيسه، بعضهم عاد إلى مواطنهم بعضهم قتل. التقديرات أيضا تشير إلى ما يزيد عن 5,000 عنصر ما زالوا في المخيمات مختلف يعني على اختلافها في عدة مناطق داخل سوريا.
هذه الأرقام ربما كبيرة وتشير إلى تحذيرات يعني جدية بشأن عودة التنظيم. المجتمع الدولي لا يزال دوره ضعيف جدا فيما يتعلق بإعادة عوائل التنظيم إلى نعم، بلدانها. سأتي على ذكر موضوع عودة عوائل التنظيم. قبل أن نذهب إلى هذه النقطة أستاذ رشا، تحدثت أن العالم والمنطقة اليوم أكثر قربا من عودة سيطرة داعش على المساحات الجغرافية والظهور مجددا بشكل أشرس وأكثر قوة من ذي قبل، لكن هنا نسأل وتحدث أيضا عن عوامل وظروف تهيئ لذلك، لكن هل من خطط استراتيجية إقليمية أو دولية للتعامل مع هكذا سيناريو محتمل؟ بالنسبة للمنطقة، المنطقة تعيش حالة من الحراك والتفاعلات السياسية والجيوسياسية ربما تشغلها كثيرا عن مسألة التنبه إلى خطر داعش. كذلك يعيش العالم تداعيات كبيرة تتعلق ربما بالأزمة الأوكرانية، ومن قبلها كانت جائحة كورونا. الوضع الأمني في العالم كله غير مستقر. أيضا صحيح. التحولات السياسية في العالم تحصل بشكل سريع جدا وشكل يعني دراماتيكي ربما في بعض الأحيان. لذلك ربما يغض العالم الطرف مجبرا اليوم عن الخطر الذي يمثله تنظيم داعش، ولكن التحذيرات لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. يعني من ناحيتنا كباحثين يعني ننوه إلى خطورة الوضع القائم الآن في السجون أو داخل المخيمات في مناطق السورية والعراقية، لأن داعش يستعد لاستغلال الظروف التي ذكرناها، نعم سواء ظروف التغيرات الأمنية أو التحولات السياسية في المنطقة أو في العالم أجمع، لإعادة الاستيطان وإعادة التمحور في داخل مناطقه. أيضا يستغل داعش صعود بعض التنظيمات الإرهابية في مناطق مختلفة من العالم، منها على سبيل المثال حركة طالبان في أفغانستان، لفتح يعني أبواب جديدة للتعاون والتنسيق وترتيب أوراقه وإعادة هيكلة نفسه بشكل كبير، وربما أيضا يحصل على تمويلات من بعض الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة لإعادة التمحور من جديد لتحقيق أجندة ربما أعلن عنها سابقا، وهي أجندة معروفة تتعلق بمصالح سياسية وجغرافية في هذه المناطق. أستاذ رشا، يعني تحدثت عن مجمل الظروف والسيناريوهات المحتملة، لكن بما أننا نتحدث عن واشنطن هي التي أطلقت هذه التحذيرات وقلت بأنها تحذيرات جدية وحقيقية أكثر من ذي قبل، لكن لماذا إذن لا تقوم واشنطن بمهمة الضغط على الدول لاستعادة رعاياها الدواعش من سجون شمال وشرق سوريا؟ لماذا لا تبدأ التحرك الولايات المتحدة كونها قائدة التحالف الدولي؟ الحقيقة أن الولايات المتحدة على الرغم من يعني أنها تشارك قوات سوريا الديمقراطية والقوات المحلية في صد هجمات داعش ويعني محاصرة التنظيم، ولكنها مشتتة في أكثر من جبهة تتعلق ب يعني مجمل السياسات الخارجية الأمريكية. نحن نرى أن الولايات المتحدة لديها جبهة مفتوحة مع الصين على سبيل المثال. اليوم هناك توترات شديدة في بين واشنطن وبكين تتعلق ببحر تايوان وبعض الملفات الاقتصادية والعسكرية الأخرى. أيضا على الناحية الأوروبية والناحية الروسية هناك طبعا حالة من التوترات والتشاحنات ما بين الولايات المتحدة وروسيا على إثر الحرب الأوكرانية، هذه جبهة ثانية. الولايات المتحدة تعاني أيضا من أزمة اقتصادية ربما هي ليست خفية، يعني تداعيات الأزمة الاقتصادية. أيضا السياسات الأمريكية تبدو متخبطة فيما يتعلق بالملف الأمني في منطقة الشرق الأوسط إلى حد كبير. نحن رأينا أن خروج الأمريكان من أفغانستان كان يعني مفاجئا وربما غير منظم وغير مرتب، هذا ما جاء على لسان السياسيين الأمريكيين أنفسهم. نعم. نحن نشهد اليوم يعني ربما أقرب إلى محاكمات ومحاسبات للرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية الانسحاب العشوائي من أفغانستان، وهناك اتهامات أمريكية داخل الكونغرس بأنه قد ورط القوات الأمريكية في مسألة الانسحاب العشوائي. إذن البوصلة الأمريكية ناحية الأمن في منطقة الشرق الأوسط ليست واضحة. ربما هناك توازنات إقليمية يعني ترتب أولويات الولايات المتحدة تجاه المنطقة تجعل مسألة مكافحة داعش أقل يعني أقل جدية أو أقل يعني تأثيرا من ذي قبل. ربما الولايات المتحدة رغم تحذيراتها المتواصلة لكنها لا تناقش بجدية مع دول الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن دول الاتحاد الأوروبي لديها عدد ليس
قليل من المقاتلين الأجانب في نعم الخيامات الداعشية لا تناقش بشكل يعني متعمق وشكل فعلي مسألة يعني ضم أو إعادة المقاتلين وتهيئ البيئة لهم. الولايات المتحدة نفسها إذا كان لديها مقاتلين في داعش لن يعني تتخذ قرار قريب باستعادتهم. الأمر يحتاج إلى تأهيل اجتماعي وقانوني ونفسي، ربما هذه المجتمعات ليست مستعدة لي في الوقت الحالي لأن لديها أولويات أخرى. نعم أشكرك جزيل الشكر من القاهرة رشا عمار، صحفية متخصصة بالإسلام السياسي والإرهاب، شكرا لك. مشاهدينا أشكركم على كرم وطيب المتابعة، إلى اللقاء.